أهلا فيكم. نشطنا الليلة غنية بأخبار النجوم سواء من عالم الغناء الإعلام أو التمثيل، والبداية رح تكون مع النجمة سميرة سعيد اللي حافظت طيلة السنوات الماضية على اسمها مشرق بعالم الأغنية العربية. سميرة سعيد تواجدت بلبنان لتصوير أغنية خاصة بأربيل اللي تم اختيارها عاصمة السياحة لعام 2014، وذلك مع المخرج فادي حداد. لقاء مع سميرة سعيد تتحدث فيه عن هالعمل وعن نجاح أغنيتها الأخيرة مازال، شو سر تألقها وشو بتقول عن وضع الوطن العربي. بتصوري غنية خاصة بأربيل، ليه؟ هم بختاروني الحقيقة عشان أعمل الأغنية لأربيل، عشان هي في سنة 2014 إن شاء الله هتبقى هي عاصمة السياحة في الوطن العربي، والأغنية يعني لما سمعتها حسيت إن أنا برجع لسميرة الثمانينات، يعني وده شيء مختلف، يعني أو مش مختلف، يعني أنا شخصياً بقالي كتير أوي ما غنيتش الغنى الطربي الشرقي، فلما سمعت الأغنية حسيت إنه ليه لأ لما تبقى أغنية وطنية فيها يعني فيها وصف لمدينة ولكردستان تبقى بالكلاسيكية وترجعني كمان أنا للغنى الشرقي القديم يعني. وعن النجاح الذي حققته أغنيتها الأخيرة مازال، قالت سميرة سعيد: يعني الغنوة مازال بالنسبة لي عملت، يعني أنا ما كنتش متوقع أن هي بالسرعة دي تقدر تعمل يعني حاجة حلوة، وأنا سمعها دلوقتي في يعني في إذاعات كتير وناس بتجيلي يعني كومنتس كويسة ومبسوطة قوي. عايز أقول لك أن أنا فرحانة قوي بنجاحها سواء بلبنان أو بالمغرب أو بمصر، يعني أنا موضوع النجاح طبعا لا تتخيل أي مطرب أو أي فنان في الحياة أكتر حاجة ممكن تسعده هي نجاح عمله يعني، فأنت أنا في قمة طبعا سعادتي إنه الأغنية سمعت كويس قوي وإن هي ناجحة، ومع إنه هي ما تصورتش ولا حاجة، بس بداية في بشاير إن هي تبقى حاجة حلوة يعني. شو سر دايما هيدا التألق؟ شو سر هيدا التجدد يلي بتتميزي فيه؟ والله ما فيش سر، هو توفيق من عند ربنا يعني. يلي شفناه بالوطن العربي كيف بتوصفه سميرة سعيد؟ احنا في حالة تقلبات يعني، ان شاء الله كده يعني الزلازل اللي حصلت في حياتنا دي تهدى ونعرف كمان نرجع نعيش، لانه احنا موجودين عشان نعيش مش عشان نموت يعني، احنا ربنا خلقنا عشان نكفي حياتنا ومراحل حياتنا عشان نعيش، عشان احنا بنحب الحياة، فاحنا عايزين نعيش أمة سعيدة ومبسوطة، عندنا مشاكلنا اللي هي كل واحد فينا عايز يخلي عياله كويسة تدرس تتعلم تلعب رياضة يبقى شعب سعيد. احنا دلوقتي بنفكر مشكلة رجعونا بس ان شاء الله انا متفائلة انه كل الحاجات دي هتمشي وهنرجع تاني نحب الحياة ونبقى سعيدين بحياتنا وآمنين يعني احنا وولادنا وعائلتنا وكده يعني ان شاء الله كده يعني. حبيت كتير بروفيشنال كتير، بتعرف يعني في تاريخ بالنتيجه، تاريخ كتير كبير، دغري بس تغني على الكاميرا عندي التيك من اول لقطه، وباذن الله حتشوفوا عمل رائع جدا، ديفا يعني صوت رائع جدا، اغاني كتير رائعه، فن كتير كبير، انا لي شرف اني اشتغلت مع زدت على مسيرتي، أكيد شخص بعتز فيه وبحب فنه. منتابع أخبارنا، شو بيقول راغب علامة بعد الجدل اللي أثاره بتصريحه حول حصر السلاح بيد الجيش اللبناني؟ جورج أرداحي متمسك برأيه حول سوريا ويدعو تمام سلام إلى الاستقالة. الرئيس جورج بوش وراء انهيار النجمة العالمية بريتني سبيرز لإلهاء الأمريكيين عن السياسة. جولة بكواليس كليب كارول سماحة، ومهووس أنفق $100,000 على عمليات التجميل ليصير شبيه بجاستن بيبر. تفاصيل منتابعها سوا بالبانوراما الفنية. We'll be right back.
صرح النجم راغب علامه ان كارثه عباره الموت في اندونيسيا يتحمل مسؤوليتها رجال السياسه في لبنان الذين يجنون المليارات في الوقت الذي يتبعهم الشعب بشكل عشوائي دون محاسبتهم، وليحصل الشعب لقمه العيش يضطر للهجره والغرق في البحار. وعن عرقله تشكيل الحكومه والتمديد للمجلس النيابي قال راغب علامه في لقاء مع جريده البلد اجراه الزميل وليد فريجي: كما تكون يولى عليكم، المسؤوليه الكبرى تقع على عاتق الشعب الذي لا يحاسب اهل السياسه. وبعد تصريحه السابق حيث قال أنه لو كان حاكماً لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وإن كان قصد سلاح المقاومة، قال راغب علامي بأنه لا يريد الدخول في زواريب السياسة وأن سلاح المقاومة موضوع إقليمي ودولي ولم يعد لبنانياً فقط كما بات معلوماً للجميع، فقد وجد نتيجة ظروف سياسية وعدوانية، وعندما تتغير تلك الظروف بسلام يرضي الأطراف كافة في المنطقة عندها تتغير ظروف هذا السلاح ويحل موضوعه لبنانيا ودوليا وإقليميا. كما حي راغب علامة اللواء عباس إبراهيم معتبرا أنه الرجل المناسب في المكان المناسب بعد نجاحه في ملف تحرير مخطوفي أعزاز. أكد الإعلامي جورج إرداحي أن ترشيحه إلى الانتخابات النيابية عن قضاء كسروان لا يزال قائماً، وأنه ليس سعياً وراء شهرة ووجاهة أو ثروة، بل سعياً لخلق لبنان النموذجي الذي نتخيله في رؤوسنا. وعن عدم تشكيل حكومة حتى الآن قال جورج إرداحي: يا عيب الشوم، ما زلنا عرضة للتدخلات والضغوط الخارجية من بعض الدول في المنطقة. وأضاف قائلاً: رئيس الحكومة المكلف تمام سلام يجب أن يستقيل احتراماً لنفسه، فمنذ 7 أشهر وهو يدور حول نفسه، وهذا مهين له لأنه دخل بشروط جرى تلقينه إياها وكان يجب أن يكون أوعى. وعن دعمه النظام السوري ما أدى إلى استبعاده من قناة أم بي سي السعودية قال جورج إرداحي في مقابلة مع الزميلة هلا المر: ما زلت مقتنعا بموقفي الدفاعي عن سوريا وعن الشعب السوري المسكين، ولم أكن أدافع عن النظام ولا عن أشخاص، كنت أدافع عن سوريا ككل، سوريا العلوية السنية والمسيحية، كنت أدافع عن مفهوم سوريا القوية والمرجع الثابت للعروبة في الشرق. للأسف هذا الموقف لم يعجب البعض فعاقبوني وهددوني وشتموني. نشرت كارول سماحة فيديو يظهر كواليس كليبها الأخير لأغنية وحشاني بلادي التي صورتها تحت إدارة المخرج تيري فيرن في الصحراء، والتي تدعو من خلاله الجميع للرجوع إلى الوطن من أينما أتوا، معتبرة أن الأغنية بحد ذاتها هي دعوة لحب الوطن والرجوع إليه. نشر موقع هيوفينغتون بوست الذي يعنى بأخبار المشاهير وفضائحهم بعض الأخبار التي يعتقد أنها حقائق، منها سبب الانهيار الذي أصاب حياة النجمة العالمية بريتني سبيرز عام 2007، كاشفا هذا الموقع أن هذا الانهيار كان مدبرا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بهدف توجيه اهتمام الشعب الأمريكي إلى بريتني سبيرز وحياتها وإبعاد تفكيرهم عما كانت تقوم به حكومته خارج الولايات المتحدة الأمريكية. طلبت زوجة الممثل والمخرج الأمريكي الشهير كلينت إيستوود الطلاق بعد 17 عاماً من الزواج إثر خلافات لا تحل بحسب ما كشفت ناطقة باسم المحكمة في كاليفورنيا. دينا إيستوود صحفية ومقدمة برامج تلفزيونية وهي الزوجة الثانية للنجم الهوليوودي، وكانت قد قدمت مستندات الطلاق وطالبت بحضانة ابنتها مورغان، إضافة إلى نفقة شهرية يتكبدها كلينت إيستوود مع تغطية تكاليف معاملات الطلاق. أنفق رجل مهووس بالنجم العالمي جاستن بيبر مبلغ $100,000 أمريكي لإجراء عمليات جراحية تجميلية في وجهه من أجل أن يصبح شبيها بالنجم الكندي. وكان قد خضع توبي تشيلدون البالغ من العمر 33 عاما لجراحة في ذقنه وأنفه وجراحة أخرى في جفنيه، فضلا عن قيامه بعدد من عمليات زرع الشعر، وقال: كل من حولي اعتقدوا بأني مجنون لإقدامي على خطوات مماثلة، ولكني لا أهتم بما يقال، فأنا مقتنع بأني أريد أن أشبه جاستن بيبر. مع هذا الخبر منوصل لختام نشرتنا الفنية. أنا برجع بلتقي فيكم مساء الأحد بنشرة فنية جديدة. تصبحوا على خير.